عليك يا سلام. صباح الخير، طبعا برحب بيكي زميلتي نهاوند، وخليني اقول لك طبعا الحمد لله على السلامه، وخليني ارحب طبعا بزميلي كريم وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يمكن النهارده هكون طبعا معاكم زي ما انت قلتي من مقر جريده الشروق، طبعا جولتنا الصحفيه عن الاخبار العالميه والخاصه ببطوله اليورو 2020 وطبعا كوبا امريكا. وخليني طبعا في البدايه مع الخبر الاول من جريده الشروق، بوجبا افضل لاعب في قمه المانيا وفرنسا باليورو. يمكن طبعا امبارح زي ما كلنا شفنا فاز بول بوجبا نجم منتخب فرنسا بجائزه افضل لاعب ذا مان اوف ذا ماتش طبعا في مواجهه منتخب بلاده امام المانيا في المباراه اللي شفناها امبارح مساء الثلاثاء على ملعب اليانز ارينا في الجوله الاولى من مواجهات كاس امم الاوروبيه يورو 2020. كمان يمكن امبارح بوجبا طوال المباراه قدم يعني مباراه واداء متميز، قدر ان هو يساهم بيه في فوز منتخب بلده هدف وحيد، وبكده يكون منتخب فرنسا رفع رصيده للنقطة الثالثة، وهو نفس رصيد منتخب البرتغال اللي طبعا متصدر إلا مجموعة بعد ما حقق الفوز على منتخب المجر في نفس الجولة. كمان تاني خبر من البوابة نيوز، يورو 2020 حصاد الجولة الأولى 27 هدفا وبطاقة حمراء وثلاث أهداف عكسية. يمكن امبارح أسدل الستار على مباريات الجولة الأولى من بطولة أمم أوروبا يورو 2020 طبعا بإقامة مباريتين ضمن المجموعة السادسة، وطبعا بعد يعني ما تم إقامة المباريتين اتضح أو بان أكتر معالم ورغبات بعض المنتخبات اللي طبعا بتنافس في البطولة، وإنه مازال لسه يعني مشوار طبعا بطولة اليورو طويل. كمان المباريات شهدت عدد من المفاجآت، وكان أبرزها طبعا منتخب فنلندا واللي بيشارك لأول مرة في بطولة اليورو. طبعا شفنا يعني أن من المفاجآت أنه فاز على منتخب أو نظيره الدنمارك. كمان ثالث خبر من روسيا اليوم، ارتفاع عدد الاصابات بكورونا في بطوله كوبا امريكا الى 52 اصابه. يمكن امبارح اعلنت وزاره الصحه البرازيليه ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الى 52 اصابه، وده طبعا كان ما بينهم اللاعبين واعضاء ببعثات المنتخبات وطبعا العاملين اللي موجودين في البطوله بشكل مباشر، طبعا بطوله كوبا امريكا لكره القدم. وكمان قالت الوزاره امبارح انه زيادة من إجمالي 41 حالة في الوقت السابق، بتشمل طبعا يعني كل العمال اللي تم توظيفهم في البطولة في تنظيم البطولة، وكان ما بين الحالات المصابة 41 و31 من بين يعني اللاعبين وأعضاء المنتخبات. كمان كان ما بينهم الحالات العشر الأخرى كانوا يعني العاملين في البطولة، وتم عزلهم كلهم يعني جميعا على طول داخل أحد الفنادق بالعاصمة البرازيلية. كمان خليني أفكر سادة المشاهدين إن البرازيل هي اللي بتحتضن قامت بطولة كوبا أمريكا واللي هتقام بين يعني يوم 13 يونيو ويوم 10 يوليو الشهر المقبل. كمان برازيل باتت المضيف الطارئ للبطوله القاريه المكونه من 10 فرق، طبعا 10 فرق اللي بيشاركوا في بطوله كوبا امريكا، بالرغم من ان يعني البرازيل هي اكثر بلد عندها عدد من الوفيات المسجله بفيروس كورونا في العالم، وطبعا ده يعني تقريبا ل 490 الف وفاه. يمكن دي يعني انا هواند طبعا ويا كريم كانت جولتنا السريعه اللي طبعا جولتنا الصحفية عن كل يعني الأخبار طبعا المهمة، الأخبار العالمية والخاصة ببطولة كوبا أمريكا واليورو 2020. والآن العودة مرة أخرى للاستوديو، كلمة ليكي طبعا يا نهاوند.